الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لدرس رابردوا باس من لو كرتكوا تجمناني سنة بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام دانوي للرقي طعندان لهاولاني بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام دانوي ريب السنة بيغمري خوا بقرن عليه الصلاة والسلام دلين الصحابة هندي كان طعني عن لهندي كيان داوا بتابد لزمني فتنيا وشر لنيواني أنا روي داوا وأوانش بشر مروفن معصومنين لهلا وهروها لنا الصحابة شا كساني كبونا منافق دوربونا لو لا مالين الصحابة لروي دين داريه وهيك كان طعني عن لهيك كان نداوا وتهيت صحابيك طعني لوي كان نداوا كأم الديني نيا يا منافقة يا خرابكارة نا بلكو أو رخنا وطعناني كواد داوا لتجيبوا لبري وبردني فرمان رواي وكاري مسلمان أنا أبوه لو سري هالداوا أوي كروي دابو نمونا لنيوان معاوي كري بسفيانو علي كري بطالبة هندق رخنيان ليكتر قلت وهندق چشل لنيواني أنا درس بو وهروها شر آجاوج درس بو لنيوانانا وصحاب الشهيد كرا وكاركت شي بو اعترافيان بيكتر ناكرت يا لدين داري يكتر چون الله قماني انهابو نخير شتيو أنا بو بلکو سری مشکل کل چو دروز بو لو کاتی کوا امام عثمان شهید کرا زو رحمتی خوالی به کاتی شهید کرا لناو مالی خوایا بدرن دارترین شوا معاوی کری بی سفیان والی بو لشام بو داوای کرد کوا طولل چی بسندره لوانی کوا عثمان کری عفانیان شهید کردوا و لم كاتاني أبو كوا علي كوري أبي طالب كرابة خليفة مسلمانا بو يجواب نراك دبي أويش تيبكا بيعد بابا خليفة بو يأوتي تينا كم بيعد بخليفة نادم تاوكو طولي كينا ورنقري طولي إمام عثمان ورنقري باوري قري ومن هيش كاشمنيو ديكم بخليفة خوم بيعتي بيددم علي كوري أبي طالب إش فرمي إساكاتي ونية كمن طولاني ورنشكو عن زورن وفتنة وشر وعجاوة كي زور درست بيت وحق با إمام علي جبو بويا كيشة ورده منافقين لبيني أمدو الصحابة برزيه كيشة اندرس كوابو قال لير يعني كيشة كان لم جورانة بونا يا رخنا قردنا كان لم جورانة بوا نقل سر أصلي دين داري وأما قطعني عن ليكتر دابي و قماني عن لإيمان وعبادتي يكتر دروس كردي بي أما أصلو أساسينية دواء أو بلى أوان بشر بونا مروف بونا بلام خواي جورا هلي بجاردون لدواء بيغمبران أمان باشتريني مروفا كانن خواي تعالى القرآن تسكي كردون وكهم مروف يجنبونا خواي تعالى لتشندين آيات مدح عندك دفرمي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود شون وصي بيغمرك عليه الصلاة والسلام إنجا صحابش والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم توندن لقلب باوران زور بسوزو بزين لنيوان يكتريان تراهم ركعا سجدا لركوع وسجود لا نيجان لعبادات بوخاي تبارك وتعالى بردوام يبتغون اذا خوات على باس نيت شكردون يعني لعبادات كردني انا تنهام بس ان خوات على ورزم اخوات تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود والاتي كترا خوات على فرميتي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه
امجدي سن خوي تبارك وتعالى التزكيه نيتي شانك انك تنها كرده وكانين باسي مهاجر دكا كتنها لبر زمان دي خوي تعالى كوشان كردو شارو مالو سرت ساماني خوين بجهشتو او جاباسي انصار كان دكا خلق شاري مدينه والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. باشا برا كوابو خواه تعالى بمجورة ولا تشندين آياتي كيا خواه تعالى باسي فضي صحاباك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم خويت على لها مصحاب الرازيبو أما بنص آية كان وجاء لفرمدي بيغمر عليه الصلاة والسلام كديان فرمدي هي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لسر برزي وبلندي الصحابة أو جاء وانش كفرمدي بيغمر عن جراوته عليه الصلاة والسلام هم مشايتين بودراو لأن بيغمروا كي حديثي بيغمر جراوته عليه الصلاة والسلام علي كري بطالب عمر كري خطاب أبو بكر الصديق عثمان كري عفان عائشة أو صحاباني كوا بيغمر عليه الصلاة والسلام خوشاتي بوداون كأمانة براسي صعب كساني كان كبخوي قورا خوان يقلاي كردوتوا باشا برا جاء رنجا كسيك ببرسي بلو لواني منافق خبو لسردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام حديثي بيغمري جرابتوا دلين كوا كان منافقة يكسك من بيبل الواني كوا منافقا حديثي شبي غمر ان جربته عليه الصلاه والسلام شتي وانيا ابد او جاء منافق كانش معروف ونا مشهور بونا لا الصحابه بونا منا لجنجي تبوكا قصه كي كعبي كري مالك تان بيستوا كناتشي صحابيه وقتي بروبومو او يكوا انسان زرعتي بدوريته بربو مكيبتشني هي باخكي افرمي ايتر او بو تمالي تياكر نشو بو كاتشو بازار روا ايوت ايش كسم نابيني وكو خوما با الا بياوك نبي كبا كوتو عزري هي يا كسيك مغمور عليه من النفاق شبها ويلي اكريك منافق به يعني كابو معروب ولا بو اخوة تعالى حتى لآتي لسورة التوبة أخوات على فرمي ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم المنافق كان فرمي لقال منافق كان يأتي أخوات على أفرمي أوان سين خون كأوان لأيوان كشي أوان لأيوانين واتا أوان لصحابانين راس للروي عرفي لغته بهاولي بيغمر أجمير درين شكا لقالي أوابونا بلام الحقيقة الشرعية هاولي بيغمرين عليه الصلاة والسلام شون كتينين مسلمانين اوان اصلا بوية الصحابة اشتيكا منافق اشتيكا ام دوانا بهي جوريك تيكال بيك ترناكري وهر دوكشيان معروف ابن صلاح ذا فرميل علوم حديثة افرميل للصحابة بأسرهم خصيصة صحابة هرهمويان بيكو تايبة منديشان هي وهي أنه لا يسأل عن أدالة أحد منهم فرسار لعدالته هيتشان ناكري آية لم صحابي ولي قرين حديثي على ولي نقرين أفرمي فرسار لأني ناكريت بل ذلك أمر مفروغ منه أو كارك ليبوين يتولي لويك أوان هميان عادل وأروى هميان سقومت معنا بيكراون لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب شكا بشيويتش قشتي خواه قولة القرآن بعد صحابي كردوها بس وين كردو هندي كان سقن وهندي كان سقنين متمانتان بهندي كان هبه وبهندي كان نبه حديث لهندي كان ورقرن بلام لهندي شكان وري مقرن شتيواني لقرآن قرآن بصحابة هار همي بيكوا وكو يك باساني كردوها والسنة واروال السنة شا وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة وروا إجماع أمة تجلس روها وإكوا اعتباري بوداندري أما فرقيشي لا ريد أي دعوة وهيش اعتباري شي بوداناندري
لكودنگي مسلمانان جابتو أفرمي لخالي شوارما إنما وقع بين الصحابة لم يؤثر قط في الرواية يعني أويك و ريدا ولا نيوان يعني كاري قليل سر شي دروس نكردو ولا سر حديث دروس نكردو أبد إذ المتتبع لأحاديث الصحابة المشاركين في الفتنة يجد أنهم لم ينفردوا بما يخالف ما ثبت عند غيرهم من الصحابة في موضوع ما سيركل بونمونا أغلب فتنة كلا كاتي كابو لسردمي مع أبي كروسيانو علي كوري بيطار وذو رحمة إخواني نسر به هيج حديثك تام بيني ومع أبي جردجي علي أبد اشتوان أبو هيج حديثك تام بيني وعلي بجردجي معاوية أبد اشتوان أبو بلكو لصفي معاوية أحاديث أجرد رايوة دجي معاوية بون أو حديثيك وا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بعمارة فرميتي يقتلك الفئة الباغية يو صحابية لقل معاوية أبو فرمي أي عمار تو دستيكي لريدرتو سيكا تو لناوبا باشا برا عمار لقل شي أبو لقل جيشي علي كري أبي طالب أبو يو صحابي اشكاز يم حديثة جارتو لقل معاوية يا بوي معاوية كانت جويلم حديثة به رخنا لهم صحابي ناقري وناشلي أما هلت بستاو بوخوت يا أما حديثي بيغمرني عليه الصلاة والسلام أبد أوش تاني النبوة سري خوي داخا بلام دفرمي لو والام يام حديثة تانسي علي علي كري أبي طالب خوي كشتويتي چونك أو دري هنا وتدرو بوصاحي معركة منم كشتوا يعني جاءتي حديثة كناكا إنكاري حديثة كناكا يا رخنا لا الراوي حديثك بقري ابدا وش تعني بهذا الشك او النبوه لنيوان هاولاني بيغمري خويا عليه الصلاه والسلام يا ابو ان او حديثاني كبا سي فظي معاوياك اللهم اجعله هاديا مهديا علي كري ابي طالب رجل رجان نيوت ولا ام حديثه هل بستراوه دارو دستكي معاوي بو خويا اندرستيان كردو ابد شتيوان ابو كابو سنتي بيغمري خويا عليه الصلاه والسلام لا الصحابة لا تشاميان خوشة ويستربوا بويا ومتمانة وسقي زور زور يعني بيكتربوا وأوش كالنيوان يعني الروي داوا همو هولي أوان بوا بوي كبي بيكنو حق بربابه معاوية كوري سفيان يعني هولي دا كبي بيكي بلام لهولكيا ني بيكا بلام أجر باداش تيخوي هي باش برا هربويا صحابة هيج لاريما لشيانيا لعدالة يانانيا ولهموك الزعتر لخواتر سن وسقومة مانا بيكراوترن لهموك الزعتر شنك خواي تبارك وتعالى لقرآن مدحي كردون وباسي باكو بيقردي لي دلو دروني كردون وبيغمر عليه الصلاة والسلام لتشندين لديان فرمودية مدحي ها والله كاني خوي كردوه شبهي حفدهم كتايبته بشيوا تايبته بعلم جرح تعديله علم علوم حديثه دالينشي إن جرح الرواة وتعديلهم لم يكن مضبوطا بضوابط معروفة دالين علم جرح تعديل كحكم لسر أحاديث كان بس يدري لسر أساسهم علم أدري يعني كات يالينم حديث صحيحة يالين أم حديثة ضعيفة شي مان بيه كاتي حكم مثلا حديثانا علمي جرح وتعديل مان بيه لسر أساسي أم علمة أو أنا لن أم علمة علمي كتينية ريخراونية مصبوطنية أي شونا بل كان قائما على الفوضى والمزاجية طالن بري لفوضايا علمي حديث وبحسب ما تميل الظروف والأهواء والحظوظ النفسية دلن او زانايني كوا ناسراون با زاناي تايبت بفرمدي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بفرمدي ناسي دلن هوا وآرزي خو يعني ان تيه كردو لكاتي حكم دان بسر سيا بسر راوية كان راوية
ثقية مراوية ضعيفة، وشونك راستي ودرستي فرمودا كانش دا بستري بتشيوه راستي ودرستي الراوية كانوا، أجر الراوية كان هم مستقبل شروطي خويا انتيابي وهروها متني حديثكش عليتي أنا به وشاذ نبي أو وقت حسك صحة بلا ما قال راويك ضعيف به أو وقت شيء به إشكال إسنادي حديثك يا درست به أو حديثه جاي أو أبيك أو جمان به إيش بيا نكره بوي ألان قصة كردن بام راوي أنا شيء بوا جو رجلا هو أرزوت يا قلبوا جانا أمان خوان وعلن فليس هناك قواعد علمية دقيقة يحتكم إليها المحدثون دلند بنتشيني كي علمي زانستي وردنية كوا همو زانا يعني فرمدناس بين لسري كوكبن دار امشوانية اقرنا اقر كسي بقرته بو علمي حديث دبيني كو ملك ياساي زور وردو ريكوبية كيا كهمو زاناني فرمدناس كاري لسركن وكو هندق لو بنتشيناني شلاسة لخزمتانا اخوانينو باش لو الله ما تشيلين ألين الاطلاع على أحوال هؤلاء الرواة والنقلة وتتبع مسالكهم وإدراك مقاصدهم وأغراضهم ومعرفة مراتبهم وطبقاتهم وتمييز ثقاتهم من ضعافهم هو الوسيلة الأهم لمعرفة صحيح الأخبار من سقيمها. حديثي صحيح وضعيف بتشيل يا كريتوا بويك إنسان راوي كان بناسه واروها شوينيان بكوي ام راوية لكي لدائق بوكي وفاتي كردوا ما مستاكاني چي حديثي لشي ورگردوا لكي اتشو بلاي اعام ما مستايا فرمدي لي ورگردوا و آية ديانتي چون بوا تواناي حفظو لبر کردني چون همو وردكاري جياني لاي زاناني فرمدناسا كاتيك همو وردكاري ام جياني اعام راوية كو كريتوا انجا امر راوي فرموديك جيريتوا انجا كحكم لسر امر راوي ادري او النبي هر فلاني كوري فلان اترى وضعيفه فلاني كوري فلان او الثقيه او كشيني نجتواني لا لعلم حديثه دبي تصوري هموج يعني او راوي بك انجا حكم ذات سر او راوي كاتيك الله ضعيفه لم حديثه على حديث شترا اما بيوتري علم جرح وتعديل والذي يطالع كتب الرجال والتراجم والجرح والتعديل يقف مبهورا أمام هذا العلم الذي لا يمكن أن يكون وضع صفة أو تشهيا وكسب شتنا علموا أو السرسامة بيت كما علمي كان عظيمة كان قورية كان بجواني دان راوة دبيني أمشتي أقني لها وأرزو دروس كرابيت أواني كوا بسنا علم حديث وناتوا نقصي لهم جورب كان بهي جورك بلام ديار أمانة لعلم حديث شارزانين ونسونا تبنجو بنا وانا كيبو يا لخوي أنا وا قصبم علم الشريف وبيروزالين دوهم أن ذلك يتطلب من الأهلية والمكنة ما لا يمكن أن يصل إليه إلا القلة من جهابذة النقاد والمحدثين علمي شي امنده شريفه همو عالمك شبيناقات همو عالمك ناكات او بلو بايكوا ببيت محدث ونقد لحديثي بيغمر يخوا بقري عليه الصلاه والسلام استبن لم سدي لم سردميا محقق زوره باشا برا بلام كاتب باسي حديث صحيح وضعيفه كي يكسر شدي بدلتا نفرك دو نفر سيان او بركي شيخي ألباني بونا رحمة إخواني بي عالمي كي محادثة كسي وكا هاوشاني بي لم سردمي ني هاوشاني ني دانيك يباش لم أمتي خلقي مسلمانان دو مليار خلقا معقول علمي إنسان كاتباسي صحيح وصعيفة كا يكسر تشاو بروانتي يك نفرك أو هايم علما حمو كسي بيناقا يباش قيناكا معقولة لم دو مليار كسا خواي تعالى بياوي قلب جيري بوي أم علما أيش بها وآرزو خوي قصيت يابكا تون شتيوا به أقر مسالك هوا وآرزو وندا آسان به دمان بيني صد محدث بيكا ولا شان بشاني ألباني سيكن صحيح وضعيف ليك ترجاكن خوهن بلام هيتش أن نقيشونة أو مكانة برزة
الذين لديهم اطلاع واسع على الاخبار والمرويات وطرق اواتي بيت او مديك زوري ولا تمن اخلاصي اوي خويا قلاي كردنا وي اوي خويا تعالى هم كسك توفيقنا كابو اوا تيجي ام بياو جايشتوتا او مرتبه 50 صار ايشي كردولو علميه 50 صار لخدمه حديثي بيغمري خويا ابو عليه الصلاه والسلام باشا برا اويك برونج جنامي بخيون نوا بزانن شون بولا برامر حديثي بيغمري خويا عليه الصلاه والسلام يما هم كسبينا قا لديهم اطلاع واسع على الأخبار والمرويات وطرقها مع معرفة بأحوال الراوي وتاريخ ولادته وبلده وديانته وأمانته وحفظه وسلوكه وشيوخه وتلاميذه يعني عالمي محدث فرمدناس تبيها مو أماني مو أمانة بزاني سبارد به هالراويك كالهر فرمديك لفرمدكاني بيغمري خواها عليه الصلاة والسلام ثالثا قد قام الأئمة بهذا الواجب حسبة لله وصيانة لدينه وحفاظا على سنة نبيه أو بيواني كوا خوهالي بجاردون بو أم علماء بيوي دنياي بونا مصحتي بونا شي مصحتي كان هبوا لم علميا بيويكو شيخ الماني رحمة إخوائي لبي يعني دوش منكاني شاتي بودن كام أولياء دوست إخوائي كابو أم بيوا دجمنا كاني بيش دوستكاني شايتي تقو عبادتي وبدن له ارزو خويا وحكم بسر راوي هذا وحكم بسر حاسي بيغمر خويا هذا عليه الصلاه والسلام برون بخنه ومحدثيني همو بابلين صدكان لابن حجر وبرخوار والنووي هندي كان هبو حرجني ان هنا وحر خليجي حديث بيغمر خويا ابونا عليه الصلاه والسلام ابن تيميه بشور خواروا بوزانا يعني بزانا قليش أنا بيني لديانتي عن كسي كوي رخني لي قرد بيتن سير جياني إمامي أحمدك يا جيبرا أوي كوا تماشايا كأبيني حرسري سورة مني أم بيأو تشيبوا يعني والي ودا صلاة دار شون علي خليفي مسلمانان باري زوري بو هنا وري نقرتوا لرات كردنوشي لواني عقوبي بزان لواني عقوبش بدري والله مهرتي كردوتو ديناري شي ورنا كردوا جاري واهب وتوبلين انا وخانك نعلكاني دانا وفروشتي تيناني هنا وتوب مالا نيبو كتشي يك دينارك شي ليتك سي ورنا كردوا ام بياو بها ارزو مصلحتي خوي حكم بسر هذا قال ابو بكر ابن خلاد ابو بكر يقول خلاد افرمي يحيى كوري سعيد يحيى كوري سعيد قطان ليش كان محدثا كان ولو نقاد حديث والعالم جرح وتعديل افرمي بي بيحيى دلي اما تخشى ان يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله توناتر سي اوانيك وازد لحديثا كان هنا ابونا الراوي اشتيا لنا وزنجير حديثك كابرا امر راوي بضلنية بو چونك اشكالك الى سر امره الى سر حفظي يا ابو النسر ديانته وعدالتي حديثك يوازي هناوا دلي اتونا ترسي ام بي او بلا روج قيامتها يخد بقري لو والله ما دليتي قال لان يكون خصمائي احب الي من ان يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني او يخم بقري باشتر لو يكي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام يخم بقري يعني أما كابرا أقر بو رب العالمين نبي شتي والم جورة شونك أخوي شونك آدم تلو كيوا يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي بيغمر بيان بلي عليه الصلاة والسلام بو درود لفرم دكاني من دور نخستوا ابن دقيق عيد فرمي أعراض المسلمين حفرة من حفر النار أفرمي عرض مسلمانان تشيا شالك لشالكاني دوزخ وقف على شفيرها طائفتان المحدثون والحكام شيلك كناري راوستاوا محدثين زاناني فرمدناس شك حكم لسلا والراوي دا الأمر راويتي ضعيفة أم راويتي سقية أما كذابة يعني دا فرمي لسلا واركين راوستاوا
يحيى كري ما عنده فرمي كما شكل الزناني جرح تعديل فرمي إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة أفرمي إيما لو أنا رخنا لبياوي بقرين للراويك لعلم حديثة بلا ملوانية صد صال بيك واخواي تعالى شو نكيبونا نبي لبهشتا بمري بشتا بهشتوا ابن مهرويد الله دخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ الناس كتاب الجرح والتعديل أفرمي شون بلاي عبد الرحمن كري أبي حاتم وأم قسيم بوي جرايا ولكاتك كوشرح كتابك كتاب الجرح والتعديل فحدثته بهذه الحكاية فبكى تسكر بقريان ابن أبي حاتم وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده كتابك لا تستكر تخواره وجعل يبكي تستكر بقريان يعني أما قصكر دن سراوي بتشهي وهو أرزوش تيوانية شكا أمانا قصكر دنك زور زور خطرة أجر إنسان شين بيت إخلاص ونسبة شين بيت إمام بخاري ده فرمه تمناكم بقم بلقاء رب العالمين وغيبت إن مسلمان كم نكرد به لكاتك بيوتوا كذاب بيوتوا ضعيف بيوتوا سيء الحفظ زوري يوتوا أما لا رب العالمين يوتيتي وواش نازانك و هيج غلطة شكرد به لبنانبر هيج كسيكا بله سئل يحيى من المدينة هذا الرسول لولا بريا لا يحيى كري مديني برسيار كرا عن أبيه سبارد بباوشي وتيان آية حديثي لي ورقني أنا لباوكت حديث ورقني أنا قال اسألوا غيري وتي أوش فرمي برون لغيري من برسيار كان عالمة عالمي جرح تعديلة قبل أول راوي حديثي لي قبلناك لي ورناجر يا ضعيفة سقية سكيتيا مقبولة ما مصطي بخاريا فقالوا سألناك فرمي أن إما برسار لتوكين فأطرق ثم رفع رأسه وقال هذا هو الدين أبي ضعيف تود السري داقر دعي السري برزة وكرت فرمي أما دينة دابير شونا هوا باسيكم باوكم ضعيف حديثي لور ناجيري يباشا كابراك أم بهو آرزو علي أقرشتك هو آرزو بي دابير براكم سقيا أو عالمة أو موثوقة ليان ورقرن حديثيان لي ورقرن دي مشتنبو باوكم ضعيف حديثي لي ورمقرن وقال أبو داود بيشو أبو داود فرمتي صاحب السنن ابني عبد الله كذاب سبحان الله بشي الله يبقى كركي خوي الله كركي من تيا دروزنا حديثي لي ورمقرن أما هو أرزوها وقال زيد بن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي يحيى حديث يحيى برامور مقرن بوتك ضعيفة أقر كابرها وأرزو بأها قصبك سكار نزكاني خويك وكأما الله يتر حديثي لي ورناجري يك حديث يعني توكو تايبي هاتم كابرها شكا أمانا علم بونا باشا براوكو أستيروا بونا لآسماني فرمدناسيا وضع العلماء لهذا العلم قواعد وضوابط فتكلموا في شروط صحة الجرح والتعديل وألفاظها ومراتبها يعني جرح وتعديل علمك يا ساي خوي هي شروط مرجي خوي هي أو نيها مكذبة بأرزي خوي بخوي قواعد يا سادة ابنه قسل سرى وكان بك حند يقلو يا ساو قواعدانيك لعلم جرح وتعديل هاي خوينينوا لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ عارف بأسبابهما جرح وتعديل لكي ورجيريه لها مو كسي ورجيري نخير لكسي عدل به كسي بخبر به واتا كسي عقلو تيقيشتو او به زيرك به عارف بأسبابهما بزاني معنى علم جرح وتعديل شيء واتا عالم به واروها لا ساكاني تري التعديل مقدم على الجرح المبهم وهروها لا يقبل الجرح في من ثبتت إمامته واستقرت عدالته فما أنا همي يعني تفسيري بس هروا لخزمتنا يخنموا لا تقبل رواية الوضاع وإن تاب يقبل التعديل من غير ذكر سببه ولا يقبل الجرح إلا مبينا مفسرا الجرح الصادر عن تعصب أو عن عداوة
أو منافسة دنيوية مردود تماشاكا يعني البو أمشي أسان داناوا دالين أجر جرحك فرزا عالمك كيشي هبو لقر راويك أفرزا زاناني ترى زانن زاناني ترى زانن بون من أم عالمة كيشي هي لقر راويك كيشي شخصي هي كاتي قصبو راويك قصي أم عالمة قبلنا كريت بو تك صادر عن تعصب أو عن عداوة أو منافسة دنيوية زانان دا زانن بوي أمشتانا همو يقلائي كراوتوا حيش مجالي ويتي أنا موكوا إنسان بتواني هيش بشيك لنفسه هوا وآرزو مصحته برجوان دي خوي بكاتنا وم علموا و بمش تشوانالي تشويش بكاتنا والسنة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام منا وحد سكاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام باش الشبهة الثامنة عشر شبهة هجدهم دعوى اعتماد الأئمة على آرائهم أكثر من اعتمادهم على السنة خصوصا الإمام أبو حنيفة دلين أئمي فقه بتايبة شوار مذهبك دلين اعتماديا لسر شيئا لسر بيدو روب وشوني خوانا زاتر التي لحديثي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام أوانيك وبرأي خويان أحكام قصال سر أحكام كان أوان دا بلغي فرمودي بيغمر وحديثي بيغمرنا هي النوى عليه الصلاة والسلام بتعبت كي أبو حنيفة باشا برا كبإمامي رأي مشهور ناوي در كردوة لولا ما دلينشي أن القول باعتماد الأئمة على رأيهم أكثر من السنة محض الباطل وعار عن الصحة قصيشي باطلة وهيش راستنية بل الصحيح هو عكسه بيتوانا كتاوة فهم مجمعون على أن السنة هو المصدر الثاني إجماع علماء لسروان كوا السنة بيغمر عليه الصلاة والسلام سرشاوي دوهما وكوبالقبوتي بأحكام شرعي كان برهم كتيبة كاني فقه خوينا روا لكتيبة كاني أبو حنيفة ومذهبكي وطلبكاني همو عالماني كشون أو كوتون ولسر أصولي أون لو دس بيبكا أو جاب تور لاي مالك وبتور لاي شافعي وبتور لاي أحمد لا أصول كاني أنا ودس بيبكا يكم مصدر قرآن دو هم سنة بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام شتي غير يا منابني جواز نابني انجد واد يتسر اجماع وقياس واستحسان وباب تكانيكا بويا هندك اقوال ام بيشوانا خنينا ولا سر سنتي بيغمر عليه الصلاه والسلام باشا يا كم باسي ابو حنيفه سي فرموا افرما اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي عليك من قصيكم كرت مخالفي قرآن بو ومخالفي سنة بو أو وازق سكي من بين نبرون تيبكن آياتك جيب جيبكن وفرمدكي بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام جيب جيبكن كابول يري أبو حنيفة جوازينا كاتني وان تيبتيها قرآن السنة ولويك وهرشان مصدري تين تلقين ومصادري تشريعين وهروا هذا فرميتي حرام على من يعرف على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي حرام بو كسك ببيو يبزاني من بلغم تشيا فتوى بقسكاني من بدا لسر أساسي قسكاني من فتوى بدا ببيو يبزاني بلغم تشيا باشا برا كواب أم بلغي لسر ويك قسكاني أو ناكا بمصدر وسر تاوي لسر تاوي تشريع بلكو لبيشوا قرآن السنة دانا وارو هذا فرمي إذا صح الحديث فهو مذهبي همو أمانة ابن عابدين لحاشيك هنا ويتي ضليت إذا صح الحديث فهو مذهبي كحديث صحيح بو أو مذهبي منه أو شواله أبو حنيفة مالك كري أنس دفرميت إنما أنا بشر أخطئ وأصيب من مروفيكم جارو دي بيكمو جارو شهلدكم فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه أويكوا موافق قرآن والسنة وريقرن أوشك مخالف قرآن والسنة وازلي بينن إمام الشافعي دفرميتي أجمع المسلمون على
أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. يعني أفرمي مسلمانان يكدنجن وأورون بوتو ويكلاي بوتو كهركاتك فرمودي بيغمري خوهات عليه الصلاة والسلام إنسان بويني وازيلي بيني لفرمودك لبرقسي هيج كسك دبي حدسك جبجيكي أو الشافعي إمام أحمد فرميتي وأروى حدسي فرمديش تيها فرمي كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوا مني دلي أوي كبي غمرو توتي عليه الصلاة والسلام أو مذهبي منه أو قولي منه أو فتواي منه أجر منه شموت به لم يشتان النبي استبه أو مذهبي منه أحمد كري حنبل فرميتي من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه لكناري بهلاك تونا كسكوا سنتي بيغمر رد كاتو عليه الصلاة والسلام واروا دفرمي الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير دفرمي اتباع تشيا أو شون سنتي بيغمر إخوة بكوي عليه الصلاة والسلام واروا شون سنتي هاولا خوشبستكاني بكوي عليه الصلاة والسلام أبو حنيفة جاري وهو تيبوا هل وصيها بو ولا برامبر هندق لفر مدكان أبو شكل لك شو هوايك أو جياوة فربو ولا كسانك كوادريان بدن بيا غمر يكردو عليه الصلاة والسلام باشا يعني أبو حنيفة رحمة إخوائي اللي بيلت سردمك أجياوة لكوتاي كان إصحابي أجياوة قيشتوا بتمني أنسي كري مالك بلام نيبيني وا باشا برا يعني كاتك أنسي كري مالك آخري تمني أبو أبو حنيفة من دال بوا يعني أبو حنيفة وجودي هبو كات صحابها بوا بو هندك لن تابعي وبس تابعين أبوا باشا برا شنك بشي نجيشتوا بأنسي كري مالك نجيشتوا تاوكو بيبلين بس صحابي جيشتوا تاوكو ببي بتابعي بلام لو سردمي او وضاع دروز نكان هبونا كوافر مديان بدن بيغمروا عليه الصلاه والسلام دروس كردوا بلام زانا انفصح يعني كردون باشا برا يعني ايما كوملك فرمودا معناها استا لبردس معناها ودرو بدن بيغمروا كراوا عليه الصلاه والسلام لو سردموا كراوا حتى استاش زانا نسيو انا تو لبردس معناها باشا برا كسانا كبونا كوا هل اخوانا وتوانا بيغمروا ويتو عليه الصلاه والسلام بابي ويتش سند ويتش تشان هبي ابو حنيفه احتياطي ورقرتوا باشا برا توزي بحذر بوا چونك وكو باس مانكر كساني كبونا لو سردميا دريان بدن بيغمري خوا وكردو عليه الصلاه والسلام دواي اوش كساني كبونا عقلاني بونا لو سردميا يعني حديث عائد لقلوان استفادين ابو مفروض وبعقل ولامي بيته وبعقل قصي لقلابكي بو اوش بعقل قصي لقل كردون وقناعتي بيها ناون وكسكات تماشاكر دي وايزاني وكو ابو حنيفه اعتمادي لسر عقلو بيرورا واخويتي نك حديثي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام بلا موانيه وكو باس مانكر مصدري دوهم لمصادر تشريعي ابو حنيفه رضا ورحمه اخوه اللي به سنتي بيغمر اخوه عليه الصلاه والسلام باش إن شاء الله بإذن إخوة تبارك وتعالى ليرة وأزدينين أقا إخوة يقول عمر بدأ وتمن بدأ دواء عشاء إن شاء الله كتائي بكتبك دينين بإذن إخوة يقول مهربان وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.